عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم راح نتكلم عن 100 رأس كم يكفيها فحل، لأن جتني أسئلة عن كثير، وأنا راح أتكلم عن المعرفة اللي أنا أعرف فيها والخبرة اللي مرت علي، وأنتم يمكنكم أخبر مني وأعرف مني، لكن في ناس ما تعرف الشيء ذا، ونحاول نوصل المعلومة، وإذا عندي خطأ ولا شيء قول يا أبو أحمد كذا كذا. بالنسبة للنعيم والنجد، النجد 100 يكفيها خروفين، لأن النجدية سبحان الله اللي حنت تقعد 2-3 ويحاني، فالخروفين يكفلنا 100. هذا حسب خبرتي أنا، لأن كنت جنين النجد وربينا تربية النجد. أما بالنسبة للنعيم 100 من 3-4، لأن سبحان الله النعيمية اللي حنت. أما بالنسبة للنعيمية، هذه من خلال تجربتنا، النعيمية اللي حنت 2-3 نصف النهار وسبحان الله توقف عنه إحنا، يعني بين قوسين أنعجة، يعني تطلب الخروف، بين قوسين التزاوج، هذه للإيضاح أكثر. فالنعيمية كل ما كثرت فيها الفحول من 4 أو 5 أو 6، لأن تخبرون أن عجة ودها نسف، ما كل خروف شاطر ولا كل خروف حار من القريع، فإذا كثرت الحول عشان ما تحيل الغنم، لأنها 2-3 يمكن 5-6 ساعات وسبحان الله ترفع عن الحنان. فإذا كثرت الحول وصارت الحول شاطرة بمشيئة الله ما تحيل النعجة. هذا حبينا نوضحه. وبالنسبة للماعز 100، بالنسبة للماعز 100 1-2 يكفيها، لأن أي تيس يقرأ إذا كان شاطر يلحق على 100، 1-2 يلحقن عليها في الحنان، لأن ما تبي نسف، يعني تختلف النعيم والنجد تبي خروف شاطر ويعرف ينسف، يعني هذا للإيضاح، يعني وكلكم عارفين الشيء ذا، بس حبينا نوصل المعلومة للي ما يعرف، لأن في عندنا ناس تتابع والله ما تعرف للحلال، فلازم نوضح لهم الشيء ذا. فبعضكم بيدخل علي يقول يا ابو احمد نعرف، تعرف الله يطول لي عمرك يطرح فيك البركه وتزود معرفتك معرفه، فخلنا نوصل المعلومه للي ما يعرف. هذا بالنسبه للماعز. وبالنسبه للنجد تكلمنا عنه، قلنا 100 خروفين يكفيها، لان سبحان الله النجد غير تطول فرحنا 3 أيام 3 يومين 3 يلا ترفع من احنا. اما النعيميه بيومها 2-3 بيومها ترفع لكثرة فحولها، إن شاء الله بمشيئة الله أنها ما تحيل. هذه الخبرة اللي عندي أنا من خلال تجربة. فالنجد بما أني صرحت والله فالنجد وربناها النجد وجنيناها، والنعيم كذلك والمعزة. أما الحرية والعرب والله لا كد جنيناها ولا كد ربناها، فأنا حبيت أوصلكم المعلومة ذي، وإن شاء الله أنها تصل للجميع والكل يستفيد، اللي عنده خبرة واللي ما عنده خبرة. وآسف على الإطالة وطولت عليكم، لا تواخذوني، فأنا صبت بقولي فهو من الله، وأنا أخطأت فهو من نفسي والشيطان، فالمعذرة على الإطالة. نسأل الله التوفيق للجميع ودعواتكم، ولا ينقصن إلا دعمكم، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآسفين على التأخير والإطالة.